أخبار اليوم. أنا ياسر والد الطفلين ياسين ياسر وإسلام ياسر في أحد المدارس الدولية، والطفل ياسين ده المدرسة ضربته في عينه اليمين بحرف الكتاب وخدت سنة سجن وكفالة 5000 جنيه. المشكلة الرئيسية مش في الواقع، المشكلة الرئيسية في رد فعل المدرسة والوزارة وقبليهم المنطقة التعليمية والمديرية التعليمية اللي تابعة ليهم المدرسة. في بادئ الأمر أصحاب المدرسة يقولوا لي ما تصدقش الأطفال ده خيالها واسع، وبنت صاحب المدرسة تقول لي أنت جبت نمرتي الخاصة منين وابني عيني وارمة. ما كفهاش كده، قامت رفض الولد الكبير أخوه في سنة 5 ابتدائي وبعتت لي جواب أنه مش هيخش المدرسة إلا إذا أنا حضرت ورحت عملت محضر بالواقعة وتدخل مكتب الوزير وخلوا الباص يجي للولد الكبير بعد ما منعوه. هو ده رد الفعل بتاع أصحاب المدرسة. أما بالنسبة للوزارة، بعد ما لجنة نزلت من الوزارة من مكتب معالي الوزير عشان يشوف الواقعة بتاعت ياسين، وبعد ما تبلغت بها شخصيا من مدير مكتب الوزير بأن تم إدانة الواقعة بشهادة الشهود وشهادة الأطفال، بعد كده فوجئت بتغيير قرار اللجنة تماما. بعد ما قعدوا ينزلوني ويطلعوني ما بين مكتب المتابعة بتاع معالي الوزير وما بين مكتب معالي الوزير، ندائي أنا الجهة الوحيدة اللي أنصفتني في الموضوع هي القضاء. ندائي دلوقتي لمعالي الوزير إن إزاي الوزارة تحاربني في طفل 5 سنين عشان خاطر أصحاب المدرسة، وأنا على أتم الاستعداد بالتحقيق معايا ومع كل الناس اللي أنا بذكر أسمائها وبقول عليهم علشان نشوف الواقعة. لما أنا لجأت للوزارة والوزارة أدانت الواقعة يرجع التقرير يتغير، وأنا سامع بودني صاحبة المدرسة وهي بتطلب لجنة تانية وبتقول لمكتب الوزير أنتوا بتخافوا من الإعلان ولا إيه؟ عشان قبل عشان كده نزلتها جريدة، نزلت الواقعة، فبتقول لهم نزلوا لي لجنة تانية. وبالفعل أنا اتبلغت بقرار تاني خالص برضو من مكتب الوزير بعد ما الموضوع بقى تم بقى إيه تبديله وتصحيحه ومعرفش هم عملوا إيه بقى. عايزين نعرف رد الإدارة التعليمية. رد إدارة التعليمية إن مديرية المدارس الخاصة بتاعت منطقة العبور التعليمية بقت تتهرب مني ما بين المكاتب، ورحت المديرية اللي تابعة ليها المدرسة وهي منطقة بنها التعليمية عشان منطقة العبور تبع بنها وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي تبع العبور والعبور تبع بنها، كل دول بقوا يتفرجوا عليا وكله ساكت. طب حضرتك محدش نفذ أمر القضاء ليه؟ لسه الحكم ده أنا حاصل عليه من شهر فقط، أول درجة، ولولا الحكم ده كان الموضوع بالكامل محدش لم صدقني ولا حد عايز مش ممكن ما سبتش مكان ولا جهة رقابية إلا لما رحتها. وبتمنى إن الورق اللي في الجهات الرقابية إن هم يتم فعلا البحث فيه ويفيدونا اللجنة إزاي تتغير. القضاء خلاص أنا خدت القضاء هجري، وهم حاميين المدرسة، هم لغاية دلوقتي حاميين المدرسة علشان ما تعملش معارضة، عشان ما تعملش استئناف، عشان ما سجنهاش، ما عرفش حامينها ليه. لكن الموضوع دلوقتي ان انا بعتب على الوزارة في مدارس دولية زي دي، لحكومة لمدارس حكومية نفعة ولا مدارس خاصة نفعة ولا اي مدارس نفعة، وادي طفله 5 سنين يجيله على جنال الحمد لله، يجيله بعد كده جفاف في عينيه والرؤية عنده تبقى يعني في عنده مشاكل في الرؤية بتاعته، ألبسه نظارة من 5 سنين، أعمل إيه؟ طفل زي ده أعمل إيه عشان أعلمه؟ أوديه بعثة عشان أعلمه في حضانة؟ ولا أعمل فيه إيه؟ أنا نداء لمعالي الوزير شخصياً إنه يتدخل في الموضوع ويشوف لي إيه موضوع أصحاب المدرسة اللي محدش قادر عليهم دول. حضرتك عفواً عايزينك تحكي لنا تفاصيل الواقعة والتحديد. يوم 1/3 فوجئت بالولد جاني عينيه ورمة. ايه اللي حصل؟ المدرسه ضربته بالكتاب في عينيه، ولولا ستر ربنا انه بعت سنه كانت عينيه اتصفت زي ما الدكتوره بتاعته قالت لي. فوجئنا بعد كده طبعا بان المدرسه لما حاولت ان انا اتواصل مع صاحبه المدرسه زي ما قلت لحضراتكم ده كان رد فعلها. المشكله كلها دلوقتي المنطقه التعليميه مش عارف اعمل معاها حاجه، المديريه مش عارف اعمل معاها حاجه، كل اللي جننهم ان احد الجرايد المحترمه اثارت الموضوع.
لجأت المكتب الوزير بعد ما رفضت لي الولد الأول اللي هو الولد الكبير اللي في سنة خمسة ابتدائي، وأدي الجواب أهو. رفض بخصوص إيه؟ أهو أهو ممنوع إلا لما أنا أحضر أهو. لا ممضي ولا مختوم. ليه لا ممضي ولا مختوم؟ لأنه خايفة إن هي تبعت لي جواب زي ده. وبالفعل أنا طلعت عشان أثبت موضوع الجواب أهو، محضر أهو في اسم العبور بالواقعة التانية للطفل الكبير، وكان عنده ساعتها امتحانات 100 ترم، وقعد يعيط لي في البيت عشان انا اشوف ايام سودة وبدفع الفلوس دي كلها، وبعدين الاقي ايه اكاذيب 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 بتتقال، ده ولي الامر، ده احنا عالجناه، ده احنا ادينا له فلوس، ده احنا عالجنا الولد على حسابنا، ده احنا بعتنا له بوكيه ورد. بعتوا لي بوكيه ورد فين؟ بوكيه ورد فين؟ راح للترب. بوكيه الورد ده ودوه فين؟ بساتين ولا ودوه الغفير؟ ما جاليش لغايه دلوقتي ليه؟ منطقه التعليميه ولا هي هنا؟ اداره بنها التعليميه ولا هي هنا؟ وهو الولد ممكن يحكي برضو تفاصيل الموضوع. يحكي يا سيدي، احكي اللي حصل. احنا انا اقول بتاعة الكتاب. احكي احكي الميزه. انا كنت حل انا كنت حل ال... كنت حل الغلط ناحيه المس هبة اتعصبت عليا. لما اتعصبت عليا في كيس مس كانت بتعمل عشان البوك اسمها ميس اماني دي، ودتنا عند الدكتورة. لما ودتنا عند الدكتورة حطيت رقطرة بالكتاب في عينيا لعندي بس. وقالت لك ايه؟ شدتك منين؟ من الياقة بس. في المدرسة والوزارة والمنطقة التعليمية، هو ده اللي بخلي الواحد حزين حزين. يعني ليه كده؟ ليه الناس ما تهتمش بطفل خمس سنين لو عينه ضاعت بعد كده يهتموا؟ يعني هو مستنيين ان عينيه تتصفى عشان تهتم؟ اقعد عالج فيه شهرين وفي الاخر تتسبب له جفاف في العين، البسه نظارة في السن ده ليه؟ وطفل تاني تمنعه من دخول المدرسة ليه؟ شوية تقول ده ولي الأمر أصله ما بيدفعش مصاريف، وجبت لها الإيصالات وديتها مكتب الوزير عشان يشوفوا هي بتعمل إيه. مفيش فايدة. كل ده ليه؟ عشان خاطر مين؟ هم مين؟ في إيه؟ أنا بناشد معالي الوزير التربية والتعليم بالتحقيق، ويدوا أوامره وتعليماته بالتحقيق في الواقعة بتاعة الطفلين ياسين وإسلام. و يعني المشكلة مع إدارة العبور التعليمية ومديرية بنها التعليمية واللجنة اللي أنا اتبلغت بقرارها في الوزارة واتلغى القرار ده، ومعايا كل المستندات والشكاوى اللي أنا عاملها في الوزارة، برجاء خاص إن معالي يحقق في الموضوع، لأن في تواطؤ ما بين إدارة العبور التعليمية. ومش عايز يعني أنا مش عارف أقول حاجة أكتر من كده، وشكرا جزيلا يا فندم.